السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة العطرة. أستعين بالله سبحانه وتعالى لتناول أحاديث كتاب رياض الصالحين الذي صنفه الإمام العالم النووي رحمه الله تعالى بالشرح والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تناول هنا باب الصدق، فقد بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا السفر الجليل بباب الصدق، وأورد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بتقوى، وبأن نحرص على أن ندخل بأنفسنا مستعينين بالله في عداد أهل الصدق. قال تعالى: والصادقين والصادقات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فحث على الصدق في عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها ما ذكره المصنف ومنها غيره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكذلك قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال، أورد قول الله سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فصدقه دائما فيه خير، والحمد لله. الصدق دائما منجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الأحاديث، فأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أنا متزوجة من حوالي 7 سنوات، والشيوخ قالوا إن لا زواج بدون ولي، بس أنا مشكلتي إن والدي متوفي، عمي متوفي، ابنه سيء السمعة، فقطعنا العلاقات تماما. خالي كان مريض في الوقت ده، عيني وشيخ زهايمر، فما قدرش إن هو يجي. أولاد عمتي ما حضروش الفرح، فاضطريت إن أنا أكون ولية نفسي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ولكن ما العمل إذا لم يكن هناك ولي؟ فبلا شك أنه لا بد من حل. فرب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ففي حالة غياب الولي يجوز المرأة أن توكل شخصا يكون وليا عنها في الزواج. فإذا وكلت المأذون وأثبت المأذون الزواج في قسيمة الزواج فالزواج يصح آنذاك للاضطرار. ومن الدليل الذي استدل به العلماء على ذلك قياس على أمر، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال: إن قتل زيد فجعفر، يعني أميركم جعفر، إن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة، ولم يأمر النبي أحدا غير هؤلاء الثلاثة. فلما قتل الثلاثة ماذا يصنع المسلمون؟ هل يتركوا أنفسهم بدون أمير؟ كلا، بل اصطلحوا على خالد رضي الله عنه. فأخذ بعض الملكية من ذلك أن المرأة أيضا في حال غياب الولي إذا لم يكن الأولياء متواجدون يجوز لها أن توكل شخصا من غير عصبتها، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى ما أنا بصدده من باب الصدق من كتاب رياض الصالحين
أورد الإمام النووي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاستفيد من هذا الحديث أمر حاصله، وبعد الترغيب في الصدق والحث على لزومه، أن الأخلاق النبيلة تنال بالتدرب عليها. نعم، الذي يرزقنا الصدق هو الله، فأولا لتحصيل الصدق علينا أن نسأل الله ذلك، أن يجعلنا صادقين وأن يحشرنا مع الصادقين. ثم هنالك أسباب تلتمس، وهي تحري الصدق والتدرب على الصدق. فكما لا يخفى أن العلم بالتعلم، وأن الحلم بالتحلم، وأن من يتحرى الخير يعطى، وأن من يتقي الشر يوقى. فالخصال الكريمة تنال بالتدرب عليها، والتي منها صدق ينال بالتدرب عليه، والله أعلم. قال أيضا، أورد حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عن الحسن وعن أبي. الحسن هو سيد من سادات شباب أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن مني وأنا من حسن. وقال الحسين مني وأنا من حسين، عفوا، قال الحسن مني وقال الحسين مني. أما وأنا من حسن فأحتاج إلى مراجعة اللفظة، ويبدو لي أنها غير ثابتة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم الحسن إليه في صغره، وقال صلوات الله وسلامه عليه: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان فأصلح الله به بين المسلمين في بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه، وبالله التوفيق. يقول عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب: قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالشيء الذي أنت مرتاب فيه اتركه، واذهب إلى الشيء الذي ليست فيه ريبة. وهذا الحديث أصل من أصول الورع، فأصول الورع في السنة المباركة في ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والثاني البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والثالث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذه الأحاديث الثلاثة هي ثلاثة أحاديث في أصول الورع، يستغني بها الشخص عن كثير من المسائل إذا لزمها الشخص. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، والثالث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بها تستغني عن كثير من المسائل التي تبحث عن عالم لتوجيهها إليه. فثلاثتها أصول من أصول الورع، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على سبب به ننال الصدق، وهو أننا نبتعد عن الأمور المقلقة المشتبهة، ونتجه إلى الأمور اليقينية التي جاءتنا عن علم وبينة، وأن فيها خير، فإن هذا يورث الصدق، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. عايز أستفهم بس، يحسن أنا خايف من شبهة كده. أنا أبلغ من عمر 62 سنة،
وبقبض معاش لوالدتي. نعم. عندها الزهايمر. فأنا خايف هي ما بتعرفش عبد الفلوس وما بتعرفش أي حاجة. وبعدين لدرجة لما تاكل مثلا أكل تنسى أنها كلت. فأنا خايف الفلوس دي تكون حرام أو أي حاجة. أنا بصرفها على والدتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فليس عليك إثم بارك الله فيك، بل أنت والله حسيبك ولا أزكيك على الله رجل محسن تقوم على رعاية أمك وتتولى أمر الإنفاق عليها، فأنت محسن زادك الله إحسانا وبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. أيوة. عايز أعرف صلاة القيام كم ركعة يا شيخ؟ صلاة القيام كما تشائين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فوتر بواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه صلى 11 ركعة، لكن كانت صلاة طويلة جدا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، فكانت صلاة طويلة. فإذا عوضت النقص في صفة الصلاة بزيادة في عدد الركعات فلا إثم عليك ولا بأس عليك. ولقد قال الإمام تيمية رحمه الله وابن حجر أيضا رحمهم الله: إن زدت في القراءة قلل في الركعات، وإن قللت في القراءة زد في عدد الركعات. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، والله أعلم. السلام عليكم. فأقول بالله تعالى التوفيق: هي ثلاثة أحاديث من أصول الورع في باب الورع، يستغني بها الشخص عن مسائل كثيرة، وهي حديث من اتقى الشبهات فقد اصطبر على دينه وعرضه، والثاني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والثالث والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. واستفدنا أن الشخص إذا سلك مسلك الصدق فإنه يورث أو يورث طمأنينة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. قال: عن أبي سفيان صخر بن حرب في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل فبماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل كان يسأل أبا سفيان: ما الذي يأمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فالشاهد منه قوله: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كان يدعو إلى الصدق مع أمره ودعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بالله عليكم، أنا عندي بس سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مع إني سلمت على البعض منهم وقلت لهم كل عام أنتم بخير ولم يرد علي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعيد القيامة هذا ليس بمجيد، بل عيد القيامة عيد مكذوب مفترا، ولا تجوز التهنئة به، والتهنئة به تخالف شريعتنا. ذلك لأن الله قال في شأن المسيح عيسى عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهؤلاء النصارى يقولون إنه صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، فينشئون لذلك عيدا يسمونه عيد القيامة. فالمقر بهذا العيد مبطل ومخالف لكتاب ربي وسنة نبيه. فالمسيح عيسى ما قتل وما صلب، ولكنه شبه لهم.
فلا تجوز التهنئة بمثل هذا العيد وما على شاكلته من أعياد، وما عهدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يهنئ النصارى بمثل ذلك ولا يهنئ اليهود بمثل ذلك، فلتتفطن إلى ذلك. ثم نقول للنصارى في هذه الأيام أو في هذا، إذا زعمتم أن المسيح صلب يوم الجمعة وتزعمون أنه إله، فمن الذي أمسك السماء كي لا تقع على الأرض؟ ومن الذي كان يسير الكون في غيابه؟ من الذي كان يسير الكون في غيابه؟ فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الحاصل من الحديث الذي أورده الإمام النووي رحمه الله في قصة هرقل أن هرقل سأل أبا سفيان بما يأمركم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، قال يقول لنا اعبد الله ولا تشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فاستدل بذلك أبو سفيان على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك بقوله إنه لم يكن ليدع الكذب على الله ويكذب على الناس، والله أعلم. فصدقه في الحديث له أطيب الأثر في الدعوة إلى الله، ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته صعد الصفا ونادى يا معشر قريش يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، جزاك الله كل خير يا مولانا. وياكم. بعد حضرتك يا شيخنا، أنا عندي سؤال كده عايز أسأله حضرتك. اتفضل. لو جينا يا شيخنا شغل في قناة مسيحية، حرام ولا حلال؟ هتشتغل ايه؟ فن يا شيخنا، اي فن جوه او في كنترول مثلا. يعني انت هتبص الكفر؟ يعني ستترنم بان المسيح ابن الله؟ يرضيك هذا؟ لا يا شيخ، يرضيك ان تعمل تحت راية صليب لنشر الصليبية؟ ما انا استنى البرنامج ده حضرتك يا شيخنا عشان اسال حضرتك السؤال. لا تفعل. بارك الله فيك. شكرا يا شيخنا، ربنا يزيدك خير. شكرا. بارك الله فيك، ولا تكن للخائنين خصيمة. بارك الله فيك. أيضا أورد المصنف رحمه الله تعالى الإمام النووي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني الذي يصدق مع الله يصدقه الله، إذا سأل شخص الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فلنحرص على الصدق، فإن الله يكرم به كما أكرم كعب بن مالك وصاحبيه، أكرمهما فقد صدقا في إخبارهما بالذي حدث من تخلفهما، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما تخلف أو أنهم تخلفوا بغير عذر، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع. فبعد مدة وبعد كرب جاء الفرج، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفي ذات الوقت قال الله سبحانه في شأن المنافقين قولا شديدا، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فدوما الصدق يولد خيرا بإذن الله تعالى، والخلق الكريم يقود إلى خلق كريم وإلى عمل كريم أيضا، وهو من صدق بقلبه، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، والله أعلم. قال أيضا، قال رسول، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، أي إذا كان شخص
كتب كتابه على امرأة باللغة المصرية، عقد عليها العقد ولكن لم يحصل البناء، لم تحصل الدخلة، فلا يصحبنا في غزوتنا. لماذا؟ لأنه في الغزوة سيكون منشغلا بالعروس وبالرجوع إليها. قال: ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، لأن أيضا الذي بنى بيتا بنى الجدران وبنى الأعمدة سيكون منشغلا في الحرب ببيته يريد أن يسقفه، فحتى لا يأتي الحرب وهو منشغل عليه أن يتمم ما بدأ، والله أعلم. قال: ولا أحد اشترى غنما أو خلفات، يعني نوق وإبل، وهو ينتظر أولادها، يعني لا يصحبنا هؤلاء الأصناف. فأخذ من ذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وأنه لم يرد لهم أن يجاهدوا معه وهم منشغلون. فالمنشغل بالزوجة المعقود عليها لا يتبعني في الغزو، المنشغل بالخلفات يعني الإبل التي ستلد لا يتبعنا في الغزو، المنشغل كذلك بالبيوت التي رفع الجدران والأعمدة ولم ينشئ السقوف فلا يصحبنا. كذا قال هذا النبي وهو ليس رسول الله، إنما هو يوشع ابن نون. فغزا نبي من الأنبياء هو يوشع ابن نون الذي حبست الشمس له كما سيأتي، والله أعلم. قال: فغزا فدنا من القرية، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني أنت يا شمس مأمورة بالغروب وأنا مأمور بأن أفتح البلدة قبل غروبك. قال: اللهم احبسها علينا. فحبست أي تأخر غروبها حتى فتح الله عليهم، وهذا هو النبي الوحيد الذي حبست له الشمس، النبي الوحيد الذي حبست له الشمس هو يوشع ابن نون، حتى قال القائل: وما أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع. السلام عليكم. قال: فحبست حتى فتح الله عليه. هذه من المعجزات التي حدثت لهذا النبي الكريم الذي هو يوشع ابن نون، وهو فتى موسى عليه السلام المذكور في قول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال: اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت نار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا فليبيعني من كل قبيلة الرجل. فلزقت يده بيد رجل منهم فقال: فيكم الغلول. كان في من كان قبلنا إذا غنم القوم، أعني أهل الإيمان، غنيمة لا يقربونها، فلم تكن الغنائم تحل لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم تكن الغنائم تحل لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجمعون الغنائم وتأتي نار تأكل هذه الغنائم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. نعم تفضلي. تفضلي. أنا زوجي جده والده توفى قبل جده، وبعدين هو كان جده عنده عمارة وبناخد منها إيجار، فإحنا تنزلنا عن حقنا في العمارة دي والإيجار، بس هو ليه الشقة اللي إحنا قاعدين فيها دلوقتي بتاعت جده يعني، بس احنا دلوقتي ما نقدرش نشتري شقه ثانيه، هل يجوز ان احنا نقعد فيها، ولا لو نقدر نحوس نشتري شقه ثانيه ونسيبها؟ زوجك له اخوه؟ لا، لي اخت بنت واحده بس. ايوه، يعني زوجك ليس له اخوه بنون؟ لا ملوش اخوات صبيان. وزوجك مات في حياه ابيه جد ابنائك؟ لا، أبوه هو اللي مات في حياة جده.
يعني زوجك الآن مات في حياة أبيه؟ لا. من اللي مات؟ زوجي موجود بأبوه، يعني جد الولاد هو اللي مات. طيب جدك كان له إخوة ذكور؟ جده؟ أنا مش فاهم. هو ليه أعمام؟ يعني أعيد السؤال. أنا زوجي أيوه أبوه مات في وجود جده. أبوه مات في وجود جده. أيوة. وزوجك له أعمام. وجودي له أعمام، بس إحنا دلوقتي تنازلنا عن كل حاجة لينا إلا الشقة اللي إحنا موجودين فيها، ما نقدرش دلوقتي نشتري شقة تانية. أنتم ملكوش حاجة أصلاً، تنازلت عن إيه؟ لأن زوجك أبوه مات في حياة الجد. آه. وزوجك له إخوة. فلما مات. له أعمام. ها؟ ايوه له اعمام، عفوا، ابو زوجك له اخوه اعمام زوجك يحجبوكم، يحجبوا اي حاجه، ما لكوش اي حاجه اصلا، ولا الشقه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ولا اي حاجه. هو كان فيه مكتوبه باسمكم ايجار او شيء؟ هي موجوده باسمنا على انهم كانوا مورثينه بالوصيه الواجبه. لا، الوصيه الواجبه باطله. يعني احنا دلوقتي لو نقدر نحوش فلوس شقه نسيبها؟ نعم، تردوها لأصحابها، بارك الله فيك. طب ماشي يا شيخ، شكرا. عفوا، الله يحفظك. فأرجع قائلا وبالله تعالى التوفيق، إن الغنائم كانت من قبلنا إذا غنم المسلمون غنائم أو غنم أتباع الأنبياء غنائم يجمعونها ولا يقربونها، يعني لا يقسمونها عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه وخصائص أمته أن الغنائم حلت له ولأمته ولم تحل لنبي من قبله. ولكن ماذا كان يصنع في الغنائم آنذاك؟ كانت الغنائم تجمع وتأتي نار من السماء تأكلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فالحاصل أن يوشع عليه السلام لما غزا وفتح الله عليه البلدة أمر بجمع الغنائم، فلم تنزل نار تأكل تلك الغنائم، فقال: إذن في الغنيمة شيء مسروق، فيها غلول، أو فيكم غلول، فيكم شخص سرق شيئا من الغنيمة، فلذلك لم تأكل النار الغنيمة. فلتبايعني القبائل من كل قبيلة رجل، شيوخ القبائل مروا عليه يبايعونه، لسقت يده بيد واحد منهم، قال: في قبيلتك الغلول، فلتبايعني القبيلة كلها، فبايعته القبيلة فلسقت يده بيد رجل من القبيلة، قال: عندك الغلول؟ قال: نعم. فأتى برأس بقرة من ذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، جاءت النار فأكلتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم، ثم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا سبحانه وتعالى. ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا أحلها لنا سبحانه وتعالى. قال وأورد الحديث السادس عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فعلى البائع أن يبين العيوب التي في سلعته، وعلى المشتري أن يبين المحاسن التي في السلعة التي تشتريها التي يشتريها، ولا يبخس الناس أيضا أشياءهم. فعلى الجميع أن يكون ناصحا، وبهذا يبارك في البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. السلام عليكم. فهكذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات والأحاديث في فضل الصدق، فعلينا أن نسأل الله أن يجعلنا مع الصادقين،
ثم بالتدرب على الصدق وقراءة سير الصالحين في هذا الباب تقوى فينا هذه الملكة بإذن الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه فيما نزل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأيضا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق عدم الصدق، قال علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فعلامة نفاق بالشخص أن يكون كذابا أو أن يكون خائنا أو أن يعد ولا يفي بما وعد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وكما أسلفت فإن الأخلاق الكريمة تتأتى كما أسلفت بسؤال الله إياها وبالتدرب عليها بعد سؤال الله إياها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا والكذب إنما رخص فيه في حالات ضيقة، في أضيق الحالات ككذب الزوج على زوجته لاسترضائها ما لم يضيع لها حقا، كان يبالغ في وصف حبه لها أو هي تبالغ في وصف حبها له، كان تقول له: ما رأيت في الدنيا مثلك، أو ما أحببت مثلك، وهو يقول مثل ذلك، فإن كل هذا الكذب فيه يتحمل ما لم يضيع حقوق أقوام، والله تعالى أعلى وأعلم. وكذلك يشرع الكذب في الحرب، فالحرب خدعة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك الكذب في الإصلاح بين الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، يعني أو ينشر خيرا. فالرجل الذي يتدخل بالإصلاح بين الناس وإن اضطر إلى أن يكذب فكذب وهو مصلح، فلا مؤاخذة عليه. وهنا ألفت النظر إلى أمر قد تحدث حادثة وينقلها رجلان، رجل يصدق في نقل الحادثة بالضبط كما وقعت، ورجل يكذب في نقل الحديث إلى شخص آخر، فأحيانا يثاب الذي كذب ويعاقب الذي صدق. أحيانا إذا كانت الفتن والمشاكل ستزداد وتستفحل بسبب الصدق في النقل، هنا فحينئذ الكذب للإصلاح يتدخل، والرسول عليه السلام رخص في الكذب من أجل الإصلاح. فإذا مثلا زيد قال في عمرو قولا سيئا، وسأل عمرو الناس ماذا قال فيه زيد، فقال واحد منهم من الناس: ما قال فيك إلا الخير، وقال الآخر: سبك وشتمك. فالذي قال ما قال فيك إلا الخير وإن كذب لكنه يثاب لكونه يصلح، والذي قال بك كذا وكذا وكذا وطعن، فهذا يذم وإن كان صادقا، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى الشخص أن يتحلى بهذه الخصلة الطيبة التي هي خصلة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله عليهم صلاة الله وسلامه الكرام، كلهم كانوا صادقين، كلهم كانوا أمناء، كلهم كانوا من ذوي اللهجات الصادقة لا يكذبون، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، والصديق كثير الصدق. وكذلك واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شيخ مصطفى، تفضل. كنت عايز اسال بس سؤال في الفقه. تفضل. وكان في بعض اقاربي اعطوني مال سعديه يعني، بس هم كانوا واخدين قرض ربا قبل كده،
المال ده حرام ام حلال؟ اعطاك مالا كعيديه لك في العيد؟ اعطاك مالا وهو كان مقترضا قرضا من البنك. أيوه. واعطاك جزءا من المال، لا اسم عليك والمال حلال لك انت، انما الاسم على نفسه، الاسم عليه هو، ليس عليك انت اسم من ذلك. فقد دعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة، إلى شاة فذهب وأكل منها، ومال اليهودية قد يكون مختلطا. والكافر أعطى سارة عليه السلام هدية، وهي هاجر، وهي هاجر أعطاها لسارة هدية فوهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام، ولم يسأل هل مال الكافر هذا كان حلالا أم كان حراما، والله أعلم. عليكم السلام. فأقول وبالله التوفيق إن هذا الخلق الكريم، خلق الأنبياء والمرسلين، خلق الصدق، علينا أن نتحلى به وأن نتدرب عليه وأن ندرب أبناءنا عليه. فلا تعلم ولدك من الصغر الكذب، فإذا جاءك شخص يقول لابنك أين أبوك، فلا تعلم ابنك الكذب بقولك لابنك اذهب قل له هو ليس بموجود. فالولد حينئذ يتعلم الكذب منك وأنت لا تشعر، وتسقط من نظره، فضلا عن اسمك الذي لاحق بك، الاسم الذي لاحق بك من جراء كذبك. ولكن اصدق، لا مانع أن تقول لابنك أخبره أن أبي منشغل إذا كنت منشغلا، أو أبي لا يستطيع أن يقابلك الآن، أولى لك من أن تكذب، والله أعلم. السلام عليكم. فجدير بنا أن نتدرب على الصدق وأن ندرب أبناءنا عليه. ومن أقوال سلفنا الصالح في هذا الباب أنك إذا قلت لابنك تعال أعطيك كذا ولم تعطه كذبت عليه، أو إذا أشرت للناقة على أنك توهمها أن في يدك طعاما كي تأتي وليس في يدك طعام تكون أيضا قد كذبت. فأحرص على أن تكون صادقا في قيلك، اسلك سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اسلك سبيل رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان موسوما بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فحاول واجتهد أن تتدرب على الصدق، وبالشيء وبالضد يعرف الشيء. إذا كنت تعرف أن الذي يكذب على الناس ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فاحذر على نفسك أن تكون عند الله من الكذابين. وإذا علمت أيضا أن الذي يصبح في الصباح يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يشرشر صدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا علمت ذلك لابتعدت عن الكذب. وخاصة هؤلاء الكذابون الصحفيون الذين يخرجون في كل صباح، في صباح كل يوم يكذبون على الخلق ويغشون الخلق عياذا بالله من الكذب والغش. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، في شركة بتدفع لها مبلغ من المال وبعد كده هو بيعود عليك انت مبلغ كل شهر بعد ما يعني بتجاوب على أسئلة، يعني في سؤال بينزل في الشركة دوت تجاوب عليه يديك مبلغ من الميل. الشركة دي شركة دعاية. أنا يا أختي شركة حرام ولا حلال؟ اصبري، شركة الدعاية تأخذ منك مقدما 2100 جنيه. تمام. تأخذ منك 2100 جنيه. تمام. وإذا أتيتها بعميل تأخذي مقابل العميل 450 جنيه. 90 جنيه؟ لا، لو جيت بعميل اخد 90 جنيه. 90 دولار؟ لا، هي بتتعامل بالمصري عموما. تمام. يعني
العميل الذي ستأتي به سيدخل للشركة مثل ما أدخلت أنت 2100 جنيه. لا أنا في الأول خالص دفعت أنت دفعت 2100 جنيه. تمام. وبعدين إذا ورطت عميلا وأتيت به سيدفع العميل نفسه 2100. إذن الشركة استفادت كم؟ 4200. أنت أخذت كم؟ أنا أخذت 90 جنيه. وبتنزل سؤال خدت 90 جنيه على العميل اللي انا دخلته. ايوه اي نعم. وباخد 120 جنيه كل شهر. لا تشتركي ابدا في هذه الشركه، شركه نصب واحتيال. طب انا دلوقتي انا دفعت الفلوس امبارح. أيوة، انا ما عرفتش. انت خدعتي. لا تخدعي غيرك. يعني هي مصيبه حلت بك، نصبوا عليك واخذوا منك 2100 جنيه وأنت تريدين أن تورطي المساكين كي يأتوا وتأخذي على الفرد على كل رأس 90 جنيه، يعني يدفع 2100 جنيه مثلك وبعدين تتورطي، يعني تأخذي أنت 90 جنيه وتكوني ظلمت الناس. هذه شركات نصب وشركات احتيال، ابتعدي عنها بارك الله فيك. طيب يا شيخ، والألفين ومية اللي أنا دفعتهم دلوقتي مصرهم يعني أنت تريدي تظلميني مثلا، تورطيني أدخل معك الشركة واغرم كما غرمتي؟ لا طبعا خلاص. طب واللي انا دفعتهم لو ما عرفتش استردهم افضل اخد من الشركه 120 جنيه كل 480 جنيه يعني في مجمل الشهر لغايه ما استرد الفلوس بتاعتي، ولا برضه يبقى ممكن حرام؟ لا ممكن، لكن لا تورطي زبائن جدد في الشركه وما استمرش فيها بعد. لا ما لا لا تستمري، وهي اصلا لن تستمر، هي ستاخذ مجموعه الاموال وتهرب ولن تري هذه الشركه ابدا كشركات بزنس وكشركات الكيونت. بس ما خدش فلوس زيادة عن الفلوس اللي أنا دفعتها؟ لا 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 تأخذي أكثر، يا الله يسهل لي قصته تأخذي أموالك. طيب ماشي شيخ. الله يبارك فيك. فيدخل في باب الصدق، الصدق كما سلف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البيوع، فإذا كنت تريد أن تبيع شقة بين ما في الشقة من عيوب، بين ما في الشقة إذا كان لها جيران سوء، بين أن الشقة لها جيران سوء، إذا كان الهواء الطلق لا يدخلها بين أن الهواء الطلق لا يدخلها، إذا كان فيها خلل في السباكة أو في الكهرباء بين الخلل الذي فيها، إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ مصطفى عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا ليا يعني جوزي كويس وبيطلع يعني صدقة لجمعية الأرمان كل شهر لوالدته ولأبوه ولأمي أنا متوفيين، وليا وليه بيطلع 50 جنيه كل شهر. أسأل حضرتك هل ده صدقة جارية ليهم ولا يعني أستمر فيهم؟ يعني جمعية الأرمان هذه جمعية نصرانية ولا جمعية مسلمة؟ معرفش. جمعية الأرمان بيقولوا يعملوا قنبير مية، يعملوا الصدقة جارية على الميت. على كل، انا لا اعرف شيئا عن جمعية الارمان هذه، ولكن اذا اراد زوجك ان يضع 50 جنيه فيضعها في يد امينة يكون موقنا انها ستصل وتكون صدقة جارية. السلام عليكم. وهكذا كل من باع اية سلعة عليه أن يبين ما فيها من العيوب، وكذلك إذا كان للشخص بنت تتزوج يبين ما فيها للزوج، يبين خصالها، يبين إذا كان بها مرض عليه أن يبين ذلك. ولقد ورد أثر في هذا الصدد، وإن كان أثرا ضعيف الإسناد، أن أخا لبلال بن رباح رضي الله عنه جاء يستشفع به في زواج وكان في خلقه شيء، فذهب بلال وقال للناس: أنا بلال العبد الحبشي، كنت كافرا فمن الله علي بالإيمان والإسلام والعتق، وهذا أخي رجل سوء جاء يتزوج ابنتكم، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. قالوا: نزوجه من أجل بلال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يكرمك يا شيخ مصطفى. ممكن بس سؤالين؟ تفضلي.
عايز اعرف حكم استخدام جوز الطيب في الطعام، واذا كان استخدامها لا يجوز اعمل ايه في يعني انا عارفه ان الناس من اهلي كتير بيستخدموها، يعني اتورع ان انا اكل عندهم ولا اسالهم الاول ولا اعمل ايه؟ واذا كان انا عندي يعني شويه منها وارميهم ولا اديهم لحد؟ اسالك سؤالا، اتفضل. انت استعملتي جوز الطيب، هل سببت لك سكر؟ لا. هل اذا اكثرتي من اكلها تسبب لك سكر؟ لا، انا بستخدمها قطرات بسيطه جدا. على كل اذا كانت لا تسكر وكثيرها لا يسكر فلا تحرم، والله اعلم. طب معلش سؤال تاني الله يكرمك. نعم. في ماده فرد الشعر اسمها الكرياتين، الاخوات بيستخدموها كتير. في اخت قالت لي ان هي بتمنع وصول الماء للشعر في الوضوء، انا مش عارفه المعلومه دي صحيحه ولا خاطئه. لا، مثل الكريمات التي توضع على الشعر لا 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 تمنع من الوضوء، فالرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لبد رأسه، ومعنى تلبيد الرأس أنه ضم شعر الرأس بعضه إلى بعض بشيء يقال له لباد يشبه الصمغ حتى لا تتسرب إليه الحشرات في الرحلة. فخرج من المدينة يوم 25 من ذي القعدة وشعره ملبد، بقي ملبد الشعر إلى يوم 10 من ذي الحجة، يعني 15 يوما ملبد شعر رأسه، وكان يتوضأ عليه الصلاة والسلام وكان يغتسل، فكل ذلك لم يمنعه من الوضوء، يعني التلبيد لم يمنعه من الوضوء. وعائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها إلى الحج وعليهن الضماد، حاجات ومعتمرات، وهن في عددهن من وفاة الأزواج، فعليه زيت الشعر أو الكريمات التي توضع على رأس المرأة لا تمنعها من أن تمسح على شعرها، ولا يبطل الوضوء باستعمالها والمسح على الشعر وهي موجودة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ مصطفى أنا اللي سألتك على الصدقة الجاية في جمعية الأرمان، وفي سؤال تاني يعني أنا ما سمعتش الإجابة. ليا ابن أخ موظف في هيئة النقل العام، وأبوه يعني متوظف يعني بياخد معاش كويس، بس هو الواد لحاله، هل يجوز عليه زكاة المال إحنا نديله؟ يعني إحنا كأهل أبوه، لا يعني يجوز معاه ثلاث عيال، هو معاه ثلاث عيال ومتوظف في هيئة النقل العام وما بتكفيش المقاية، على طول بيستلف عشان ابوه مبسوط، يعني ابوه بياخد معاش من الجيش، بياخد معاش بتاع 3000 جنيه. يعني ابوه، هل يجوز احنا اهل ابوه نجيب زكاة المال؟ يعني ابوه بيعطيه شيء ولا لا؟ لا، ابوه عايش في ما هو معاه، عايش معاه في البيت، بيدفع له ايجار الشقه والنور والميه والغاز لا يعني في النهايه يعني. في النهايه حاله هذا الرجل مستوره وطيبه، او انه مسكين الدخل لا يكفيه، سواء الدخل الآتي من أبيه أو الدخل الآتي من العمل، اللي هو بيدخله من العمل من هيئة النقل العام مش بيكفيه، على طول بيستلف. طيب يعني دخله الإجمالي إذا كان لا يكفيه فهو مصرف من المصارف ويعد مسكينا ويجوز إعطاؤه، أما إن كانت له دخول من أماكن أخر وتكفيه الدخول فغيره أولى منه، والله أعلم. فأقول بالله تعالى التوفيق، حتى وصف الزوج المتقدم للزوجة علينا أن نصفه بما فيه ولا نغش ولا ندلس. فإذا جاء شخص يسألك عن زيد من الناس متقدم لابنته للزواج بها، في أمانة أنت حملتها، فعليك أن تقول ما فيه من الخصال، ولا يعد ذلك اغتيابا آنذاك، لأنه للنصح وللتذكير، والله أعلم. فإذا تقدم شاب لفتاة سألك عن الفتاة، بين ما فيها بما يرضي الله، وبين ما في أسرتها بما يرضي الله، وإن سألتك أسرة عن شخص متقدم لهم فقل الحق ولو على نفسك، ولا تجامل في هذا الباب،
فإن الصدق ينفعك ولو بعد حين إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور مصطفى كيف حال حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، بس أنا طبيب. نعم. واشتقت إلى البلد. نعم. اشتقت إلى البلد. اشتقت إلى الجهاد. إلى الجهاد إخواني في سبيل. اشتقت إلى الجهاد. ما حكم ما في سبيل؟ يعني هل الأفضل أن أجلس مع مرضاي وأهلي والأولى أن يا أخي لا عفوا البكاء لا ينبغي أن يحركنا، ولا العواطف ينبغي أن تحركنا، إنما تحركنا أصول شريعتنا. لا أتحرك حركة إلا بعد النظر والتدقيق ومعرفة هل هذا الأمر يقرب من الله أو لا يقرب من الله. فلا بد من دراسة أي موضوع دراسة متأنية منبنية على نصوص من كتاب الله سبحانه ونصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة شيئا ما عن العاطفة، بعيدة شيئا ما عن العاطفة، لأن لي نفس واحدة ولك نفس واحدة، فالنفس الواحدة توضع في موطن يرضي الله لا شك فيه ولا ارتياب. فعن مسألتك يمكنك أن تتصل بي أستوفي معك في الحديث عما أردت إن شاء الله تعالى، لأن الوقت لا يسمح. بارك الله فيك. فأرجع قائلا أن مكارم الأخلاق لا بد وأن نتحلى بها، لا بد وأن نتحلى بها لما لها من أثر عظيم في الدعوة إلى الله، دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام، لما لها من عظيم الأثر في السلامة في معاملاتنا، في استجلاب مودة بعضنا لبعض. فدائما الأخلاق الطيبة يلزمنا التحلي بها، والتي من أفضلها الصدق الذي يؤدي إلى البر، ومن ثم فالبر يؤدي إلى الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما هو معلوم وكما سلف في بداية الدرس أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤتى، ومن يتقي الشر يوقى، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله سبحانه وتعالى. فلذا كان لزاما أن نتدرب على الصدق وأن ندرب أبناءنا عليه، نتدرب على الصدق وأن ندرب أبناءنا عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. بتسأل حضرتك والله بالنسبة اللي هو أفطر في رمضان على طعام وشراب ثم أتى زوجته، فهل له من كفارة؟ أفطر على طعام وشراب يحتال بذلك للجماع، أو أفطر على طعام وشراب لعلة من مرض أو نحو ذلك؟ يعني إذا كان أفطر محتالا فعليه كفارة المجامع، إذا كان أفطر لعارض آخر فليس عليه إلا كفارة إفطار اليوم. بارك الله فيك. فنستطيع وبعد هذا الحديث عن الصدق أن نلخص بعض فوائده، التي منها أن الصدق يجلب المغفرة والأجر العظيم، إذ الله قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فصدق الحديث سبب من أسباب نيل المغفرة ونيل الأجر العظيم. ومن آثار الصدق الطيبة أن يبارك لنا في بيوعنا وفي شرائنا، ومن آثار الصدق الطيبة أنه يهدينا إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وأننا نكتب عند الله صديقين. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير،
يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة داعية إلى الخير، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يهدي ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لتحكيم شرع الله والبعد عن لوث الديمقراطيات والقاذورات الوافدة إلينا من دول الكفر. أسأل الله لهم، أعني لأئمة المسلمين، الهداية والتوفيق والسداد، اللهم آمين. هذا، وأذكر النصارى في مصر بالتوبة إلى الله والرجوع إليه، وأن يقلعوا عن دعواهم أن الله له ولد، وأن يقلعوا عن كفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وكذلك أذكر الصوفية بأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعملوا صالحا، ولا يسألوا غير ربهم الأعلى الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبالاستغفار المتواصل مع رد الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.